السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت عامل فيديو قبل كده على موضوع الشيلترز والبريدر. بتوع الشيلتر يعني مش عارف انا عاملين ليه يعني كده قايمين قوي يعني في الموضوع وفايرين على البريدرز يعني علشان هم يعرفوا يستفيدوا ويعملوا المصلحة اللي هم عايزين يعملوها، هم وبتوع الانقاذ طبعا، لما هو الشيلتر والانقاذ اتنين فيه علاقة ما بينهم. طبعا العلاقة دي احنا هنشرحها بالظبط بالتفصيل ازاي بتتم عشان الناس تبقى فاهمة، علشان عمليات النصب اللي بتحصل على الناس بجد يعني بقت حاجة والناس مش فاهمة. الناس متخيلة ان ده هو ده كده حاجة كويسة وحاجة تمام زي الفل. فالناس دي نازلة هري على البريدرز، الناس اللي بتربي كلاب وبتنتج كلاب. وقلنا في الفيديو اللي قبل كده الناس اللي بتربي كلاب بتصرف من جيبها وبتراعي الكلاب بتاعتها علشان دو هما الكلابهم، يعني هي عشان روح برضو وكلابهم. فالناس بقت تخلط ما بين حاجتين، يعني لما تيجي تقول انت كلب تيجي تتكلم في حاجة زي كده يقولك روح. طب ما هي روح يا حبيبي، ما احنا عارفين والله انها روح وبنعملها على انها روح. انا كلبتي قاعدة جنبي على الفطيعي، يعني روح، ما احنا عارفين والله انها روح. هو احنا قلنا لك ان هي مش روح؟ مش فاهم يعني، احنا بنتكلم في نقط معينة. ما تجيش انت تقوم مدخل لي روح، يعني ما تجيش تقول لي بقى ايه حاجات تانية كده وتعمل فيها الشيخ الشريب، تمام؟ فاحنا النهاردة بقى هنبين الشيخ الشريب عامل ازاي عشان الواحد اتخنق من الناس دي. بص يا جماعة، الشيلترز بتوع الانقاذ هما اللي بيجيبوا الكلاب للشلاتر، يعني هما اللي بيجيبوا مصدر رزق الشلاتر. ازاي؟ بتاع الشيلتر زي ما قلنا عايز كلب تعبان، كلب ضايع، كلب بايظ، كلب رجله مقطوعه، كلب احول، كلب عينه طالعه بره، كلب خاسس، كلب ميت، كلب هو عايز الكلاب دي عشان يعرف يشحت عليها. ومن غير الكلاب دي هو مش هيعرف يشحت. والشحاته احنا قلنا ازاي ان هو بياخد اصلا فلوس على الكلب من بره من المعونه بتاعت الكلاب بتاعت حقوق الحيوان، وبتوصل 600 جنيه للكلب، وبتوصل الارقام يعني اللي هي الناس اللي هي تقيله وناس عارفه كده كويس. وبياخدوا الحاجات دي يبيعوها، لان كان بيتعرض علينا احنا كانوا مربيين من بتوع الشيلترز الدراي ده عشان نشتريه، تمام؟ فدي اول حاجه. نيجي بقى الحته اللي بعديها. انا علشان اعرف اجيب بقى كلاب من الشارع عبد الله، مش فاضي، انا راجل بيجي لي بالدولار احطه في جيبي وزي الفل وبخرج وبتفسح وكلابي بتاكل عيش حاف. فبعمل ايه بقى؟ بجي للناس اللي قلبها رهيف، اللي هي ايه ضعيفة المشاعر. الشعب المصري طبعا في ناس كتيرة بهذا الوضع، واقول لهم حقوق الحيوان وحقوق الانسان، والانسان ايه، ويقول لك ناس جعانة يقول لك يا عم الحيوان ما بياكلش، ده ملوش حد ينقذه، ما اللي ربنا وعدهم اصلا بالرزق يعني، فاهم؟ فيجوا يلموا لهم الكلاب دي من الشارع ويقول لك انقاذ، يكلموا طب خلاص العربيه جايه، ناخد كلب، هوبا كام فوتو سيشن للكلب كده، يطلعوا على الاجانب اللي عنده. عشان كده لو عشان تصدقوا كلامي، هاتوا اي حد انقاذ وادخلوا عنده على صفحته، شوفوا الفريندز، لو هو سايب الفريندز ظاهره هتلاقوهم اغلبيتهم اجانب عشان يعرفوا ياخدوا بالدولار. لكن لو لقيته قافل صفحته عشان ما تخشش تشوف الفريندز، اكيد عشان ما تعرفش مين اللي عنده وعشان ما تخطفش اللي بيدفع، ما تخطفوش منه. وعلى هذا الاساس ده، غير ان انا ذات نفسي عندي ناس كتير قوي من الانقاذ، يعني برضو ايه الحمد لله، برضو الواحد ما بيش عايز يفضحهم عينا، بس بيخشوا لي على الخاص ويطلبوا مني فلوس ويطلبوا شحاتة ويطلبوا حاجات، يعني بسم الله ما شاء الله، ممكن في سكرينات شوت مش في الشات كله موجود يعني، تمام؟ طيب من شوية احنا شرحنا ده الفيديو اللي فات، خلينا بقى في الفيديو ده. من شوية واحد مش عايز كلب، عنده عايز مش عايز هو اشتراه ومش فاضي ليه، وكلب كان تعبان وقعد يعالجه ومش عارف ايه، وموجود في بيت الكلب، يعني الكلب موجود في بيت عنده واحد. قامت واحدة جاية منزلة بوست، البوست كالآتي، علشان ايه انا برضو يعني مش اللي هو مش هفتكر قوي يعني الكلام، يعني حصل كلام كتير يعني، تمام؟ كاتبه كالاتي، بتقول لك الكلب ده لو ما اشتريناهوش هيبقى مصيره الشارع يا عيني. كلب عنده مشكله في رجله
وصاحبه عايز يبيعه علشان عنده استعداد يبدله بأي حاجة. يعني صاحبه ايه جاحد يا عيني، يعني بتطلع حتى صاحب الكلب ان هو جاحد بقى، عايز يبدل الكلب بأي حاجة. ازاي؟ تمام. وعايز يبيعه ووافق على 650 جنيه. بعد كده الراجل قال لا، 650 جنيه والرقم ده بقى حاجات غريبة، يعني هو كان 650 جنيه وبعد كده بقى 700 جنيه وبعد كده بقى 1600 جنيه مع بعض، لسه القصة طويلة. حد عنده استعداد يتبرع للغلبان ده ويخلصه من صاحبه، او حد يشتريه وياخده ليه يا عيني، يخلصه من صاحبه اللي معذبه ربطه كده وشنقه في العمود يعني؟ ها الناس اللطيفة. لا ده بعد اللي عايز يشتري الكلب لنفسه، صاحب البوست موجود ومعلق في الكومنتات وممكن يتواصل. ده بعد التعديلات طبعا، بعد ما عملت الايه الهنبقة بتاعت الشحاتة ولمت تبرعات، يعني لمت 500 جنيه مبدئيا، لمت 500 جنيه وكمان صاحب الكلب قال لهم انا مش هبيع الكلب. يعني لمت 500 جنيه كده حطيتهم في جيبها عشان الشعب اهبل يا عيني، الناس الكلب هيموت. تمام كده يعني، تمام. الناس اللي هي الحلوه اللي هي ايه قلبها رهيف يا عيني يعني، فهم بيضحكوا على الشعب المصري، بيضحكوا على الناس يا جماعه اللي هم قلبهم طيب وبيقولوا الحيوان وحقوق الحيوان والحيوان غلبان وملوش حد يعالجه وملوش حد، فاحنا نصرف عليه يا جماعه، اصرفوا عليه. انا ما بعترضش على ده يعني، مش دي المشكله برضه، عشان ما حدش يخش يقول لك ايه لا انت ما عندكش قلب، انت بريدر ما عندكش قلب. لا يا باشا، احنا كنا بناكل الكلاب البلدي في الشارع وبنطلع لها ميه قدام مكاننا وبيوتنا عادي جدا على فكره، يعني مش الكلام ده. واللي تيجي تقول لك ده هياخدوا الكلب، الكلب بقى الكلب عنده حوالي 45، كلب صغير، فبيقول لك وديه محل، فتقول لك لا 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 بتوع المحلات دول وحشين يا ابني. وحشين ازاي؟ هيعملوا فيه ايه يعني؟ قال لك لا 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 ده بياخدوا الكلب يجوزوه وبعدين يرموه في الشارع. يجوزوا ايه يا ابني؟ ده جاره 45 يوم، هو ال 45 يوم ده هيتجوز؟ ده لسه قدامه سنه عشان يتجوز يعني، يعني هو هيقعد عنده سنه مثلا يعني؟ انا عايز افهم. وبعدين واحد صاحب محل هيرميه في الشارع ليه؟ لما واحد بتاع محل هيصرف عليه اكل وشرب، لما نتكلم بقى كبيزنس بقى، واحد في محل هيصرف اكل وشرب ومع الكلب قاعد عنده في المحل ونور وكهرباء وايجار وعمال وتنظيف والكلام ده كله، وفي الاخر هيقوم رامي الكلب في الشارع، ده يبقى راجل يعني مغفل، ما هو كده خسران كده يعني. تمام. فده ما بيحصلش، ده نهائي ما بيحصل. ما فيش واحد هيصرف على كلب في محل يعني لان هو بالنسبه له بيزنس وهيرميه كده، لان هما احنا كل حاجه بنتكلم على حاجات على موضوع. فده بتاع المحل بتاعت بقى البوست دي لمت 500 جنيه فودافون كاش وحطت الرقم، وفي الاخر صاحب الكلب قال لك انا مش هبيعه، والناس داخله طبعا الكلب هيترين في الشارع. يعني ايه انقذ كلب من صاحبه؟ انا دي انا مش فاهمها يعني، دي انا مش فاهمها. وصاحبه بيصرف عليه والراجل دخل وقال في البوست في الكومنت تحته ان انا يا جدعان انا صارف على الكلب وبوديه للدكتور بس انا مش فاضي فعايز ابيعه عادي جدا. هي بقى دخلت قالت لك سبوبه بقى مصلحه عشان الكلب يعني رجله فيه اعاقه فيبقى من ضمن عمليات الانقاذ يعني، يعني اللي هي ايه هتجيب بيها الناس، فاهم؟ اللي هي هتجيب بيها الناس اللي هيتنصب عليها، اللي هي الكلب رجله، الكلب ايده، مش عارف ايه، ويقوم باعت فلوس بقى على فودافون كاش، يبعت فودافون كاش طخ 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 طخ، تلاقي بقى دي ايه، ما هو محدش عارف بيتبعت لها كام يعني. مثلا لو علاج الكلب 200 جنيه انت هتبعت 100 وده يبعت 100 وده يبعت 100 وده يبعت، كلهم قلبنا رحيم، ما احنا الشعب المصري الجميل الحنين الطيب اللي الدمعه بتفر من عينه اول ما يشوف حاجه يعني. طب هي عالجة الكلب 200 جنيه، بقية الفلوس دي بتروح فين يعني؟ يعني بتعملي بيها ايه بقى؟ تجيبي بيها فشار؟ مش فاهم. تجيبي بيها دراي وتوزعيه مثلا على الكلاب اللي في الشارع سعادتك؟ هتعملي ايه؟ ما هي الدنيا كلها اصلا الدنيا ضيقة، كلنا عارفين، ما بتوع الشيلترز اللي احنا عارفينهم برضو اللي واكلينها ولع، بي امات ومرسيدسات وفسحات وغردقات وساحل شماليات والحاجات دي كلها يعني حاجات معروفه يعني، وباوتنكين حتى دلوقتي يعني. تمام. وتشوفي لبسهم كان اصلا في الاول ايه ودلوقتي بقوا ايه؟ ما هو من فلوس الكلب الجعان ده اللي انت بقى جايه بتعيطي عليه عشان انت مش فاهمه اصلا. تمام. واللي بيخش يقول لك ازاي انت جاحد، دي روح. ايوه يا عم احنا عارفين انها روح بس انت نصاب. تمام.
فبدخل ده في ده، بتكلم عن الروح وبدخل في يعني بستغلها في النصب، فلما يجي حد يهاجمني اقول له دي روح، وابتدي احط له بقى احاديث دينيه واحط له ايات قرانيه علشان استعطف الشعب المصري اللي هو مش فاهم اصلا اي حاجه في اي حاجه، بطيخ. وبعدين تيجي تتكلمي فتقلي ادبك. ما هو بصي، مع قله ادبك دي تدل عن المكان اللي انت جايه بيه، يعني المكان اللي انت جايه منه. وهو ده فعلا اي حد هيعمل، هيبقى شغلته شغلة الانقاذ وسحب التبرعات دي، ما هو معروف اكيد هيبقى جاي منين يعني. وبعدين انا عايز اعرف حاجة، يعني انا عندي 41 سنة، يعني انتي يعني لو انا اتجوزت بدري كنت خلفت قدك، يعني على جزمة ايه؟ ايه هي الجزمة دي حضرتك؟ يعني عايز اعرف بس جزمة ايه حضرتك؟ يعني ده سؤال يعني اطرح نفسه، يعني مش فاهمك. انا يعني كنت انا بربي كلاب مثلا وانت لسه بتلبسي بامبرز، يعني حتى ما كنتيش بتلبسي جزمه، تمام؟ فلازم يبقى الكلام برضو ايه على يعني، صح ولا ايه؟ ببقى ادب مش كده، تمام. لكن حضرتك ده ما يمنعش ان في ناس فعلا بتعمل انقاذ، تمام. لا، في ناس وناس محترمه جدا بتصرف من جيبها، تمام. يعني عندك الكاتبة ريم أبو العيد دي بتروح تشتري أكل للكلاب يوميا بمبلغ علشان تنزل تأكل الكلاب بالبلدي اللي في الشارع، ما جاتش قالت يا جماعة ادوني تبرعات عشان الكلاب جعانة مثلا، تمام. في غيرها بقى، قيسي على ذلك، في ناس بتروح تشتري الدراي وتفضل ماشية بالكياس بيه في الشارع عشان تأكل قطط بتاعت الشارع. في ناس بتجيب الاكل من اي من بيتها وتنزل تاكل كلاب الشارع. في ناس بتاخد الدراي معاها النادي بتاعها عشان تروح تاكل القطط اللي في النادي. عادي، ده خير، دي حاجه كويسه، دي ناس نحطها على راسنا، يعني دي ناس نحترمها ونحطها على راسنا. وما بيهاجموناش اصلا، يعني هم يهاجمونا ما بيهاجموناش، لكن حد يجي يهاجمنا ويقول البريدر جحدين وجواز وما جواسي والكلام بالطريقه دي، ده يبقى بني ادم جاهل، بني ادم مش فاهم اصلا حاجه ومش عارف هو بيتكلم في ايه، تمام. لكن هو عايز يحلل نصبايته فبيهاجم حكيان علشان يعرف ينصب من الناحيه التانية، عشان الناس تقول لك اه لا ده جحود عاطفه، لا خلينا في التاني اللي هو الانقاذ وخدمته وعملته، يعني اللي هو عارف انت اللي هو يعني واخدين على مبدا اللي هو ايه، يعني هتكفل يتيم هتخش بيه الجنه، فانت اكفل لك كلب برضه هتخش بيه الجنه، هو ده المبدا اللي هم شغالين بيه يعني، تمام. فالناس دي ضايعة ضياع، يعني الناس دي نصابين ومغيبين، يعني غير اللي هم المغيبين بتوع الانقاذ، بتوع الشيلترز اغلبيتهم فيهم نصب، تمام. وطبعا الا من رحم ربي طبعا، تمام. ومش كلهم، بس في ناس وناس معروفة وليها اسامي. وبعدين انت جاية عاملة نصبايا وجايبة اسم ناس معروفين يعني الناس دي معروفة، ما انت لما تجيبي اسمهم يبقى انت كمان يعني هم، ها ولا ايه؟ انا مش فاهمك بصراحة، تمام. فانت الحفلة عليكي هتبقى النهاردة حلوة قوي، خلاص. بعد الفيديو ده، عشان طبعا الوقت، يعني انا هنزل الفيديو ده وبعد الفيديو ده هنزل البوست بتاعها كامل متصور فيديو بالكومنتات كلها بالفلوس اللي اتحولت برقم الموبايل بالسكرينات شوت بكل ما تتخيلوه، يعني هتشوفوا وانتوا بقى احكموا بقى، يعني انا عايز الناس يبقى عندها وعي، الناس تبقى بتفهم، تمام. بتفهم ايه؟ بتفهم اللي بينصب من اللي بيعمل خير. الناس اللي بتعمل خير ما بتقولش، بتعمل بتشرح اللي خير اللي بتعمله، لكن الناس اللي بتنصب دي اللي شغاله شحاته، تمام. لان هي بقت كده، هي العمليه كده، مفيش لا جديد ولا جدال ولا نقاش في هذا الموضوع، والموضوع مؤكد 100%. وما تسألينيش انا، ما تاخدوش كلامي انا، اسألوا الناس اللي بتشتغل في الكلاب، اسألوا الناس اللي هي بتشتغل في الشيلتر، روحوا لأي شيلتر كده من اللي بياخدوا تبرعات اتفرجوا على الكلاب اللي عندهم، لو لقيتوا كلب مليان ابقى انا كذاب. السلام عليكم. ما تنسوش شير الفيديو، سبسكرايب للقناة ولايك، ولو عايز تسيب الكومنت عندك اي سؤال حطه في الكومنت، هنسأل هنجاوبك عليه.